السلام عليكم. اليوم نروحوا للمنطقة تاع الخروبة من الجزائر العاصمة لنقف على الأشغال تاع الجسر العملاق تاع مدينة الجزائر، واللي يبلغ حوالي 1000 متر إذا أضفنا له كل الجزء هذايا اللي عندنا هنا حوالي 200 متر، وهنا عندنا حوالي 800 متر. إذن وكل الملحقات نتاع الجسر هذا والمحولات التي تم استحداثها في المنطقة هذه، هنا نشوف الطريق نتاع اللي يجي من النفق نتاع وادو شايح باتجاه منطقة الصابلات هنا، وهنا نشوف الوادي نتاع الحراش هنايا، والجسر الذي يأتي من منطقة جامع الجزائر، وهنا محول جديد سوف يتم إنشاؤه. ونلاحظ هذا الجسر اللي يبلغ العرض ديالو حوالي 16 متر، يعني جسر عريض فيه معبر للمشاة. ونشوف هنايا باللون البني داكن، هنا نشوف المعمر نتاع المشاة على الجسر هذا. إذن وهنا بعض المحولات الموجودين هنا، إذن تم استحداثهم لتسهيل حركة المرور. وللعلم أنه فيه صور سوف تأتي بعد نهاية العرض هدايا. ونشوف باللي يعني باللون الأزرق هذا الباهت عندنا كل التحويلات التي سوف تحدث، يعني في واللي هنا الأشغال الجهة هذه يعني تمت، وما زال المنطقة هذه أشغال جارية للانتهاء من هذا المحول الكبير الذي سوف يربط جامع الجزائر بشارع طرابلس هنا، هذا شارع طرابلس، وكذلك يربط وزارة الشؤون الدينية هنا الجديدة التي تم يعني الانتهاء الأشغال منها في هذه السنة، وافتتاحها سوف تربط هذه الوزارة الشؤون الدينية بجامع الجزائر الكبير. إذن هذا هو. وهنا نلاحظ أنه بمناسبة إنشاء هذا الجسر سوف يتم تهيئة المنطقة هذه كلها، وكذلك كل المناطق المحاذية لوادي الحراش. إذن أترككم مع الصور، والسلام عليكم.